وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأ فيرجع إليه. عمر رضي الله عنه كان من المحدثين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المحدثين الملهمين، ومع هذا على جلالته ينبهه من هو دونه على بعض الأخطاء فيرجع عنها رضي الله عنه. نعم.